كما أكد رئيس طاجكستان أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وطاجكستان، فضلا عن تبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية. وأوضح الرئيس التاجيكي أن المباحثات شملت مناقشة القضايا العالمية المتعلقة بالمياه وتغير المناخ. اتفق الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري باستغلال الفرص المتاحة، وتم التنويه إلى أهمية التعاون في المجالات الصناعة والزراعة والصحة والأدوية، صناعة الأدوية، وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة كمجالات واعدة للعلاقات بين البلدين. وقد أعرب الطرفان عن اهتمامهما بتوسيع التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة في طاجكستان ومصر من خلال تبادل الخبرات في إنشاء وإدارة وتوسيع الأنشطة في هذه المناطق وإقامة مشاريع مشتركة في أراضيها.